شو هذا يا راجل؟ الناس افطر ولا افطرت العالم وهو مش سامعين؟ هو اذن ولا ما اذنش؟ مقطوع الكهرباء، كيف بدنا نسمع صوته وهو ما فيش عنده مايكروفون؟ هو كان هاني شاكر بدنا نسمع صوته يا راجل. روق روق يا ولد روق، كيف بدنا نسمع وانت قاعد عمالك بتدب في اجريك دب اجريك مثل خف الجمل؟ روق بلك الشيخ عماله بأذن عن نعم، روق تنسمع روق. يما الله يرضى عليك، اتصلي على اختك غاده في مخيم الوحدات في الاردن، اسالها يما اذن ولا لسه. مش انا قلت لك باقي 3 دقايق؟ اسمع مني مره واحده، باقي 3 دقايق بقول لك. أيه انت كاين جرينتش على الدقيقه بالضبط 3 دقايق؟ والله خف الله اذن يا راجل واحنا بنستنى، موت الجوع انا موت الجوع. اذن ولا ما اذنش؟ وبعدين يا غزه الرحمه يا رب على غزه. يما اتصلي على اختك مريم في صيدا، اسالها اذن ولا لسه. اقول لك يابا اتصل، الله يرضى عليك على الضفه، في الضفه عندهم الكهرباء تنقطعش، اسالهم اذن ولا ما اذن. لا من مره انا بقطع تصريح وبنزل على الضفه بشوف اذا اذن وما اذنش. بتنكت يابا، نكتتك بايخه. بعدين معكو انا موت الجوع، افطر ولا ما افطرش؟ اسمع 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 يما الله يرضى عليك من غير عصبيه، اتصلي على اختك هن في نهر البارد، اسالها اذن ولا لسه. اقول لك انا اللي بدي اقول لك، انت حلال تفطري لانك مخرفنه، خذي الدواء تاع الخرفنه. انا بقول افطروا وخاصونا عادت، هالقيت صار معاد للسحور، بطلنا عارفين احنا شو الوقت هالقيت. انا هني بقولكم معكم دقيقه، اذا ما اذنيش بفطر. يا يما طول بالك يا حبيب، الله يرضى عليك، اتصلي على اختك في مخيم اليرموك، اسالها اذن ولا لسه. أنا شو بدها؟ انا بقول لك معك دقيقه، ما طلقتهاش بصومش. شو بتقول؟ بدك اياها انا اطلقها لمك؟ اطلقها لمي ولا تقعد بدونها؟ طب اقول لك اسمع، جكره فيك وهيني ها وها وهيني مفطر ها وها. يلا يما حبيبي الله يرضى عليك، تسوي زيهم، اتصلي على اختك في المغازي، اختك هن اسالها اذن ولا لسه، هيا قريبه علينا بتعرف. هذا مخرفنا، ما احنا في المغازي. بتقول له احكي مع اختك في المغازي، اقول كي جكر فيكي انا كمان بدي افطر. ها ايه اذن ولا ما اذنش؟ ها افطري ها افطروا افطروا اذن افطروا افطر يا حاج. أقول لك أيوة كمان جقر فيكو أنا بكرة مش صايم. جقر مش صايم؟ مش صايم يما تصل على ناولني حبة البندورة، ناولني إياها بدي أريحك. هلقيت أنا بدي أريحك. افطري يا حجة افطري 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 اتصل على اختك في الرمال، غادي بتنكتعش الكهرباء. أيوة افطري يا عمي، يا عمي حدا طخها وريحنا منها هذه يا راجل، جننتني. أي بتفطر افطر افطر. من الجوع من الجوع. ذاكم الله أكبر الله أكبر. هذا أذن هديت